الحسابات الموزعة. تعتبر اللامركزية أحد المفاهيم الأساسية التي تعتمد عليها تقنية البلوكتشين، فمن خلال الاحتفاظ بعدة نسخ من ملف المعاملات المالية في أماكن مختلفة حول العالم والتي تكون مرئية لأي شخص، لم تعد هناك حاجة لطرف ثالث موثوق فيه للعمل كوسيط لإدارة المعاملات. أي شبكة الاتصال اللامركزية، شبكة اتصال مركزية. ولكي نتعمق أكثر في كيفية عمل دفتر الحسابات الموزع، فلنتخيل موقفا افتراضيا. افترض أن لديك ملفا تقوم فيه بتدوين كل معاملاتك المالية التي قمت بها خلال السنة، وكنت تقوم في أي وقت تكسب أو تنفق فيه أي أموال بتدوين كل هذه التفاصيل في هذا الملف، مع العلم أنه لا يوجد سوى هذا الملف وكنت تحتفظ به في مكتبك. وهنا فإنه توجد الكثير من الأمور التي قد تحدث في مثل هذا السيناريو، فقد يتعرض منزلك لحريق، أو قد يقوم لص بالتسلل إلى منزلك والتلاعب بهذه المعلومات، كما أنك قد تنسى إضافة بعض المستندات وتصل في النهاية إلى حسابات غير منطقية وينتهي بك الأمر إلى وضع مؤسف. بدلا من وجود ملف واحد، تخيل أن لديك مئات الآلاف من النسخ المتطابقة لنفس الملف موجودة على مكاتب الكثير من الأشخاص حول العالم، وفي أي وقت يتم فيه إضافة أي تفاصيل إلى الملف فسيتم فحص كل المعلومات في كل النسخ للتأكد من إضافة الأرقام بطريقة صحيحة، وسيتم إضافة المعلومات الجديدة إلى كل النسخ في نفس الوقت. وفي حالة وجود ملف يحتوي على معاملة غير موجودة، البلوكتشين والبيتكوين. أحد أكثر الجوانب المحيرة وغير المفهومة لتقنية البلوكتشين تظهر عندما نحاول فصلها عن البيتكوين. فكما ذكرنا سابقا، فإن البيتكوين ببساطة هو تطبيق واحد مبني على تقنية البلوكتشين، وهي كذلك أولى وأكبر وأكثر بلوكتشين معروفة في العالم. ويعتبر تطبيق البيتكوين لتقنية البلوكتشين أمرا مفروغا منه، بمعنى أنه عندما يتحدث الناس عن بلوكتشين فإنهم عادة ما يتحدثون تحديدا عن نموذج البلوكتشين المستخدم في البيتكوين. من المهم فهم أن نموذج البيتكوين ليس التطبيق الوحيد لتقنية البلوكتشين، ولكنه واحد من التطبيقات هذه التقنية الواعدة. وتوجد الكثير من العوامل التي تجعل تقنية البلوكتشين المستخدمة في البيتكوين تعمل بهذه الصورة التي نراها، ولكن الأمر يحتاج إلى فحص كل منها من أجل الوصول إلى فهم أكبر لتحديد أي جوانب التطبيق البلوكتشين، خاصة البيتكوين فقط، وأيها خاص بالبلوكتشين بشكل عام. في باقي الملفات الأخرى فيمكننا افتراض وجود خطأ في هذا الملف. والآن لكي يتمكن أي شخص من التلاعب بمعلوماتك، فيجب عليه أن يتلاعب بكل واحدة من هذه الملفات الموجودة في كل أنحاء العالم في نفس الوقت. من الواضح أن استخدام نظام حفظ الملفات في المكاتب هو أمر غير عملي، ولكن في العالم الافتراضي يعد هذا التشبيه وصفا دقيقا لكيفية عمل دفتر الحسابات الموزع. إن كل معاملة مالية في تقنية البلوكتشين، سواء كانت صغيرة أم كبيرة، فإنه يتم تسجيلها في بلوك
وكل بلوك يحتوي على طابع زمني خاص يرتبط بالبلوك السابق، ويسمح ذلك لأجهزة الحاسب الآلي بفحص كل معاملة مالية محتملة مقارنة بالمعاملة السابقة. وإذا لم يتم إضافة الطوابع الزمنية بطريقة صحيحة في معظم أجهزة الحاسب الآلي، فإن المعاملة سيتم رفضها. وإذا توافقت معظم الطوابع الزمنية، فإن هذه المعاملة المقترحة سيتم اعتبارها صحيحة، وسيتم التحقق من هذه المعاملة وإضافتها إلى بلوك جديد في السلسلة أو كملف جديد على دفتر الحسابات. وبعد ذلك فإن أي معاملة تالية سيتم مراجعة مطابقتها للطابع الزمني الخاص بالبلوك السابق، وهكذا. ولكي يتمكن أي شخص قرصان على سبيل المثال من إدخال معلومات زائفة في البلوك تشين، فيجب عليه تغيير المعلومات ليس في هذا البلوك فقط، ولكن في كل بلوك فردي موجود على البلوك تشين تلقائيا عبر معظم أجهزة الحاسب الآلي المشاركة حول العالم. وحتى في ظل هذه التقنية الحالية، فإنه من أجل القيام بذلك فسوف يتطلب ذلك كمية هائلة من القوة الحاسوبية، وهو أمر يستحيل توفيره. لذلك فإن دفتر الحسابات الموزع الخاص بتقنية البلوكتشين مصمم بطريقة آمنة. ونظرا لأن كل معاملة يتم طابقتها مع التاريخ الكامل للمعاملات المالية السابقة من خلال العديد من الأجهزة الموزعة على مستوى العالم، فمن المستحيل لأي شخص أن يخدع تقنية البلوكتشين عن طريق محاولة إنفاق نفس الأموال مرتين. فإذا لم تطابق إحدى المعاملات المالية الملف المسجل، فسيتم رفض هذا الملف واعتباره غير صالح. لم يحل هذا الأمر مشكلة ازدواج الإنفاق فقط، ولكن أصبحت المعاملات المالية لا تتطلب وجود ثقة بين كلا الطرفين أو الوثوق في طرف ثالث من أجل إجراء المعاملة. فلا يمكن للشخص ألف مثلا أن يدعي إرسال الأموال إلى الشخص باء وأنها قد ضاعت أثناء التحويل، ولا يمكن للشخص باء أن يدعي أنه لم يستقبل أي أموال، وتكون كل المعاملات المالية مرئية للجميع. ومن ثم فإن كلا الطرفين سيكون قادرا على رؤية ملف المعاملة المالي على بلوك تشين. بلوك تشين البيتكوين. توجد العديد من الجوانب الأساسية التي تعمل معا لخلق نظام بيئي للبلوك تشين ليكون حكرا على البيتكوين. فقامت بعض العملات الرقمية الأخرى بتطبيق نماذج مشابهة، ولكن ما يهمنا هنا هو التركيز على البيتكوين وتوضيح كيفية عمل البلوك تشين الخاص بالبيتكوين. فنحن نعلم بالفعل بأن البلوك تشين هي نوع من دفتر الحسابات الموزع. وإذا ما تعمقنا أكثر في فكرة دفتر الحسابات الموزع، فقد تظهر بعض الأسئلة. كيف يتم التحقق من المعاملات المالية؟ وكيف يتم تسجيلها؟ وكيف يمكن التأكد من صحة هذه المعلومات؟ فإن يوليوس قيصر كان يستخدم التشفير لإرسال رسائل مشفرة إلى كبار قادته. وفي عصر التكنولوجيا الرقمية الذي نعيشه الآن، فإن التشفير قد أصبح جزءاً أساسياً من حياتنا اليومية، نظراً لأن القراصنة ومنتحلي الشخصية قد أصبحوا أكثر انتشاراً من ذي قبل. فإن ممارسات التشفير الأساسية قد أصبحت مطلباً أساسياً كوسيلة حماية للحفاظ على البيانات الشخصية للأفراد. وسواء كنا على علم بها أم لا، فإن معظمنا اليوم قد أصبح